هلا رسالتي للجامعه العربيه وللقاضي العرب، انتوا هلا اخذتوا بشار الاسد تطبعوا معه وتعيدوا العلاقات معه، نحن قلنا كلمتنا من 12 سنه، نحن بشار الاسد ما بمثلنا، بشار الاسد قاتل ومجرم. اذا كثير حابين وخلوه عندكم ما بقى بدنا اياه، نحن بالاصل ما كان بدنا اياه، خلوه عندكم محبس مكبس على قلبكم. هي الرسالة للعالم أجمع أنه هذا الشخص اللي عم تلتقي فيه اليوم قتل أكثر من مليون سوري، قتل أطفال، قتل نساء، قتل الشيوخ، قتل العزل في بيوتهم. لما كانت تطلع الطيارة الحوامي وترمي البرميل أو ترمي الحاوية ما كانت تقتل المقاتل فقط الثوري القالع الغزال، كانت تقتل الأطفال والنساء قبلهم، كان يقتل العزل، قتل المليون شخص. الآن أنتوا بتكرموه تدعوا حكومة الجامعة العربية. اليوم إذا شخص بيقتل شخص يحاكم ويحاسب ويسجن ويقتل، وشخص قتل مليون يكافئ.